رغم أن المنتخب الوطني كان نجم الشباك في الفترة الأخيرة بوضعه قدما ونصف في بطولة الأمم الإفريقية 2017 بالجابون بعدما تعادل مع نيجيريا في عقر دارها بهدف لكل منهما وحقق فوزا غاليا في استاد برج العرب بهدف نظيف، فإن الشارع الكروي يترقب حاليا مصير مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا بحل المجلس بسبب مخالفات في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2012. بعد إصدار المحكمة الإدارية حكما نهائيا وباتا ببطلان انتخابات الاتحاد المصري ما يترتب عليه حل مجلس إدارة الاتحاد وإعادة إجراء الانتخابات، فبعض أعضاء الجبلاية يرى أن الاستشكال على حكم الحل هو الحل، بينما يراه البعض الآخر مخالفا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ويهدد الكرة المصرية بتجميد النشاط لأنه مخالف للمادتين 13 و17 من لائحة الفيفا التي تمنع اللجوء للمحاكم المدنية. ورغم أن صدور حكم المحكمة ببطلان الانتخابات وحل المجلس الحالي، فإن اتحاد الكرة يمارس مهامه بشكل طبيعي وذلك لعدم وصول الصيغة التنفيذية للحكم حتى الآن. وفي كل الحالات فقد رفض غالبية أعضاء مجلس اتحاد الكرة تقديم الاستقالة إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في أزمة الحل للتأكيد على قانونية استمرار المجلس لنهاية مدته من خلال تقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم. ولكن هل يخرج وزير الشباب والرياضة عن صمته ويعلن التجديد لاتحاد الكرة الحالي بنفس هيئته، أم أنه سيصطدم باللوائح؟ وهل تكتمل الجمعية العمومية للجبلاية في موعدها وتكتسب شرعيتها؟ وهل ينتصر الداعمون لبند الثمان سنوات على الساعين وراء إلغائه؟ وهل تشهد المحنة الحالية توافقا بين الأعضاء وتجنيب المشاحنات والخلافات بعد ظهورها على السطح مؤخرا؟ كلها أسئلة يجيب عنها ضيفنا محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الجبلاية.